قامات، يعني قامات بتتكلم وبتتكلم عن قيم. الفنان أو الأستاذ الكبير سمير صبري هو بيتكلم عن ما تعلمه في الإعلام وكيف مارس الإعلام وأهمية الضيف والحاجات المفاهيم اللي ما كناش بنسمعها منهم كتير كمفاهيم، لكن كنا بنشوفها، وأجيال كتيرة اتولدت وتربت على هذا الأسلوب في الحوار. عشان كده لما في سنوات ما ترد الحوار، تردت طريقة الحوار، فضلنا نترحم على أجيال سبقتنا، أو نقول فين زمن الأساتذة الكبار دول حتى وهم موجودين معنا، كنا بنفتقد وجودهم الدائم على الشاشة. زي ما كنت بقول في المقدمة، الفنان الكبير سمير صبري واحد من الناس اللي عاش عمر مليء بالتحقق والإنجاز، لكن كمان المشوار كان متنوع، فبدءا من المشوار التلفزيوني والإذاعي واللي احنا يعني طبعا أعتقد أنه كان الأكثر استدامة والأكثر تأثيرا والأكثر حتى يعني زاخر جدا بالأعمال. احنا يعني متشرفين أنه يكون معنا الأستاذة والإعلامية الكبيرة الأستاذة سلمى الشماع. كلمنا عن هذا الكبير وهذا الفنان وعن قرب تفاصيل أعتقد أن كلنا يهمنا نسمعها عن حياة الفنان الراحل سمير صبري. مساء الخير أولا، بعزي حضرتك وبرحب بحضرتك في التاسعة. مساء الخير أستاذ سلمى. مساء النور. يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه، بس طبعا المقدمة اللي قدمتيها يعني جديرة بيها. كل النقط اللي اتكلمتي فيها كانت ترجمة لأفكاري، لأنه تقريبا نفس اللي بتقوليه أنا يعني كنت حابة أني أتكلم فيه، لأنه يعني أنا مش بتكلم في سمير صبري اللي الناس كلها بتحبه، لأنه هو له أيادي بيضاء مع كل اللي حواليه، وكمان يعني له يعني حاجات إنسانية كتير عملها في حياته وكل الناس اتكلمت فيها. لكن أنا عاوزة النهاردة أكد على حاجات قلتيها، أنه سمير صبري إذا كان رحل سمير صبري اللي سابهولنا عمره ما هيرحل، لأنه هو بيعلمنا، لأنه هو بيسيب لنا جايد، يعني منهج لو مشينا عليه الحياة ممكن في الإعلام تتغير. طب ما احنا يعني احنا فرصة كبيرة ومهمة وقيمة وجود حضرتك معانا، وألف سلامة عليكي. لا لا أنا شرقت. شرقتي؟ طب أنا آسفة. فرصة كبيرة إنه حضرتك معانا بتكلمي عن شخص أنا متأكدة إنه حضرتك بتحبيه وليه معزة وتاريخ طويل. عايزة أسأل حضرتك أولاً تاريخ العلاقة الممتدة مع الفنان الكبير سمير صبري، وثانيا تقييمك لهذا الفنان العظيم من الزاوية الإعلامية، لأنه في مشواركم تقاطعتم كثيرا على المستوى الإعلامي وتقديم البرامج. هو طبعا أنا أول ما اشتغلت في التلفزيون في السبعينات اشتغلت في برنامج الكاميرا هناك، وبعدين على طول بعدها بشهرين اختاروني عشان اكون في النادي الدولي معاه، ودي ده مشوار طويل انا اتعلمت منه حقيقه. انا تقريبا يعني كنت مش عارفه حاجه خالص، لسه انا صحفيه لسه متخرجه ويعني ما عنديش خبره خالص، فرماني في البحر واضطريت اعوم واضطريت اتعلم منه حاجات كتير جدا. بس لو بنتكلم عن التقييم، انا يعني ممكن اقيم اللي سابه لنا، لكن هو اكبر من ان انا اقيمه يعني. طبعا لا لا طبعا انا بقصد تحديدا الكلام اللي هو كان بيقوله، يعني احنا كنا جايبين مقطع من تقييمه للمذيع، يعني ايه مهارات او تقييم المذيع او الاعلامي، دور الاعلامي مهم قوي من خلال مسيره حضرتك الطويله في العمل مع الفنان سمير صبري. ايه الحاجات اللي لا تنسى بحسب كلام حضرتك اتعلمتيها وشفتيها من مهارات المذيع سمير صبري؟ يعني هو يعني لو احنا بنتكلم عن ان سمير ايه النموذج العالمي اللي لو احنا النهارده
عاوزين نطلع تيار جديد بشكل جديد، ثقافة جديدة، بفكر جديد، احنا نرجع لنموذج سمير صبري لأنه هو يمتلك كل المهنية والاحترافية الموجودة عند أي حد بتشوفيه دلوقتي من نجوم العالم التلفزيوني أو الإذاعي على مستوى العالم. يعني احنا بنتكلم عن سمير صبري النهاردة في الثمانينات، عمر طويل، هو يعني ابتدى ويعني لغاية آخر مشواره هو متفرد ومتميز في مهنيته وفي احترافه. وسمير صبري لو قلنا المقاييس العالمية اللي بيمتلكها من ثقافة واسعة، من حوار، من معلومات متنوعة في كل الاتجاهات، من انه هو عنده مواهب فنية، بيرقص، بيغني، بيمثل، قادر على انه يعمل حوارات مع مجموعات مجاميع من الناس من غير ما يعني يقع منه حرف، بيخلق البهجة، بيدي معلومة بشكل جميل ويعني عصري جدا لا يعوض. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني اللي حضرتك بتقوليه الثقافة والحضور واللياقة حتى الاجتماعية في التعامل مع الناس، انا رقي رقي. يعني بنتكلم عن انا النهارده لما بتفرج على الله يرحمه وائل الابراشي، هو بيقول له انه الراحله القديره امال فهمي طلبت منه انه يعمل برنامج النادي الدولي في الشرق الاوسط ويقول يغطي كل الاحداث اللي موجوده في العالم، فالمرحوم وائل قال له ده عشان انت عندك لغات. فسمير بص له وضحك، يعني انه ده طبيعي جدا انه اي حد عاوز يعني يشتغل في الاعلام لازم يكون عنده لغات، لانه ده الاساس بتاعه انه يعرف كل اللي بيحصل حواليه في العالم. من مقومات الثقافة، يعني ده حقيقي طبعا. يعني هو ما هياش موضوع ان انا بعرف كلمتين انجليزي او فرنساوي، هي مسألة ان انا متمكن من اللغات بحيث ان انا اقدر انقل كل الثقافات وكل الاحداث بشكل امين واقدم الحقيقة والمعلومة للمشاهد، وده دوري، ده دور سمير صبري اللي علمه لنا. انا بشكر حضرتك، انا بشكرك، يعني انا عارفه ان النهارده يوم صعب على كل محبيه. بشكر حضرتك على هذه المداخله الغاليه. الكلام اللي بتقوله استاذه سلمى مهم جدا فيما يخص مقومات المذيع اللي هو عملها بقى من غير فزلكه ومن غير فلسفه ومن غير ما ينظر على حد. فكره فعلا هي لفتت نظرنا لحاجه استاذه سلمى بشكل تلقائي جدا، فكره انه بديهيه ان يكون المذيع مثقف، بديهيه ان المذيع يكون عنده ادوات، ومن ضمن هذه الادوات اللغات. كان مشهور عنه جدا فكره اتقانه للغات في وقت يمكن كان عدد اقل بكثير من الناس بيتقن لغه او اثنين.